احنا حبينا تشوفونه بعينكم اليوم ما تداوله وسائل التواصل الاجتماعي، واحسن ما نصرح جينا تشوفون بعينكم وتصورون هذا الوضع الحالي اللي قاعد تشوفونه الخارج من مدينة صباح الأحمد. هذا المياه عبارة عن اللي قاعد تطلع من المجرور، اللي أمس أحد المواقع انشرت قالت إنه في مياه سوداء. هذه المياه اللي حاليا شوف عينكم اللي قاعد تطلع من شبكة المجاري في صباح الأحمد. متواجدين برقة أخواننا في وزارة الأشغال للتأكد من مخرجات المياه المعالجة، مياه الصرف الصحي المعالجة بمدينة صباح الأحمد السكنية. والمياه ما هي من أنتم شايفينها، وشرح الأخوان والوكيل الوزارة أبو محمد ما قصر، أعطى شرح وافي مع الأخوان عن المياه المعالجة، وكاهي قدامكم قدام عينكم مضيفة عكس ما تم تداوله خلال التواصل الاجتماعي أو أحد البرامج. كما نؤكد أن نتم أخذ عينات متتالية من الهيئة العامة، أحد مختبرات الهيئة العامة للبيئة، وإن شاء الله بكرة راح يجون مختبراتنا هم يأخذون عينات لتحليل هذه المياه للتأكد من مطابقتها مع اللوائح التنفيذية الواردة في قانون حماية البيئة.